أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. طبقنا الحلو اللي حنعمله اليوم حيحتاج شوي وقت منكم بس وانتوا بتجهزوه، ولكن في النهاية بيستاهل التعب. نعمل كرات الكنافة المحشية بالقشطة والتفاح. كرة الكنافة بحشو القشطة والتفاح. باكت كنافة، مقادير القشطة: 2 كوب حليب، كوب كريمة، ربع كوب دقيق، 3 ملعقة كبيرة نشا، 4 ملعقة كبيرة سكر، ملعقة صغيرة ماء الزهر، كوب شيرة. حشو التفاح: 2 ملعقة كبيرة زبدة، حوالي 3 حبات تفاح كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة، ملعقة صغيرة نشا، 4 ملعقة كبيرة سكر، نص ملعقة صغيرة قرفة. للقلي: زيت ذرة أو سمن. أعزائي المشاهدين، هالوصفة أنا متأكدة حتعجبكم، ولكن زي ما قلت بدها شوي منكم شغل. أنا حقسمها على 3 مراحل. المرحلة الأولى أني أنا حعمل القشطة اللي هي الحشوة، وحعمل تفاح مطبوخ يبقى يتقدم مع الكنافة، وبعد هيك نشوف طريقة الكنافة. أنا هون مجهزة كل المكونات عندي مع بعض، وححاول أشتغلكم بطريقة مريحة وسهلة. هحتاج، خلينا نجيب كاسرولة ممكن بالطريقة هاي. أضيف هلأ السكر. أنا هلأ عم بعمل مكونات القشطة عشان الأخوات يعتمدوا على هذه الوصفة كأنها وصفة أساسية لقشطة. هحط الكريمة، 1 كوب من الكريمة، وعندي 2 كوب من الحليب. هاي القشطة ممكن تعملوها وتستعملوها لكافة أنواع الحلويات اللي بتحتاج تتقدم مع القشطة. هحط 4 ملعقة من النشا. لاحظوا أنا عم بحط كل المكونات مع بعضها. وححط مقدار الطحين، وإذا حبينا كنوع من الطعم أو الرائحة الطيبة حنحط شوية مزهر، أو إذا حبيتوا ماء ورد هاللي بترغبوا فيه. يبقى هالمكونات مع بعض، ببتدي بالمعلقة أحركها لغاية ما أتأكد إنه الطحين والنشا دابوا. أتأكد إنهم دابوا قبل ما أحطها على النار، خلوا بالكم ما في داعي أستعمل مضرب، مجرد هالحركة الخفيفة. هلأ بحطها على النار، ومع استمرار التقليب خلينا نقول كل دقيقة هيك قلبها تقليبة خفيفة. إذا كان عندك وقت إنك تستمر بالتقليب ما في مشكلة، ولكن ما تسيبيها لحالها لأنه ممكن تجسمك معاكي وما تبقى مزبوطة. يبقى حنخليها على النار، وفي أثناء ذلك حبتدي أجهز حشوة التفاح. حشوة التفاح كتير برضو وصفة بسيطة وسهلة. هحتاج حوالي 3 تفاحات. طبعا مقدار التفاح أو كميته على حسب ما بترغبوا، حتشوفوا أنتوا بعد هيك فكرة الوصفة كيف، وبتقدروا تتحكموا بالمكونات زي ما بدكم. حضيف حوالي 2 ملعقة كبيرة من الزبدة، وحضيف حوالي 4 ملاعق من السكر. السكر على فكرة على حسب الرغبة، تنسوش أني أنا بالآخر ححط شوي شيرة على الكنافة لما بقدمها، فممكن أنتوا تقللوا أو تكتروا موضوع السكر كمان على حسب نوع التفاح اللي عم تستعملوه. التفاح الأخضر أكيد أنتوا عارفين أنه بيبقى حامض، يبقى حنضيف النشا برضو. كل هالمكونات مع بعضها مع رشة خفيفة من القرفة. هحرك التفاح مع السكر والنشا وأخليهم على النار. هون ما بحتاج أني أراقب أو أتعب في مجهودي بالنسبة للوصفة هاي، مجرد أني أسيبهم لحوالي 10 دقايق بلاقي الخليط صار عندي، التفاح انهرس وصار جاهز للأكل. وخليني أورجيكم أنا هلأ كيف بيبقى شكلهم. أنا عندي هون تفاح جاهز، خليني أخليه قريب علينا. وعندي القشطة كمان جاهزة،
ونلاحظ كيف القشطة بتبقى هيك قوام سميك بالطريقة هاي. القشطة إذا حبينا زي ما قلنا تجهيز مسبق ممكن أعمل منها كمية وأحطها بالتلاجة، ولكن لاحظوا كيف قوامها كتير كتير حلو بالضبط. يعني هذه القشطة إذا حشينا فيها القطايف، طبعا على البارد، القطايف اللي هي العصافيري، حشينا فيها الكنافة، حشينا فيها زنود الست، تبقى وصفة كتير كتير رائعة. هخليهم هيك على جنب، وعندي هون شوية فستق حلبي هخليه بعيد عني، وعندي شوية قطر، هدول كليتهم مش هلأ هستعملهم، هبتدي أجهز عندي الكنافة. نتكلم عن موضوع الكنافة وإيش اللي مطلوب للكنافة. مطلوب للكنافة قطعة موجودة دايما عندك أكيد في المطبخ، اللي هي المعلقة أو المغرفة أو الكفكيرة، زي ما بتحبوا تسموها سموها. أنا هاخد هاي المعلقة وأحاول، لو فتحت درج المطبخ أكيد هتلاقي كذا مقاس من المعالق هذا موجود عندك، هحاول أختار واحدة صغيرة واحدة كبيرة، بحيث أني لو حطيتهم على بعض يكونوا داخلين مع بعض بالطريقة هذه. طبعا ممكن أتحكم أنا بحجم الكرة على حسب ما برغب، أو الكأس اللي حنعمله. بخلي المعلقة هذه جنبي، وعندي هون خليها، ممكن أخليها في طبق، يمكن نستعمل هذا الطبق ما في مشكلة عندنا، هخليها في طبق بيساعدني على الشغل. وطبعا هاي الأشياء أو الشغلات الصغيرة هاي ممكن إذا حبينا نخلي البنات أو الصبايا معانا في المطبخ يساعدونا. أنا باخد الكنافة وبخليها زي ما هي، كنافة شعر أو خصل، لاحظوا ما بفتتها ولا بحاول أعمل فيها أي شيء، بمسكها بإيدي بالطريقة هاي وبروح حطاها في داخل المعلقة بهالطريقة. هالأطراف الزايدة هاي بحاول أضغط عليها بالطريقة هاي وخليها على طبيعتها، يعني ما تبذلوا مجهود كتير في الموضوع، مجرد أني حطيتها بالطريقة هاي. باخد المعلقة الثانية اللي هي الصغيرة وأروح ضغطها عليها بالشكل هذا، وبحتاج أني أحطها في زيت حار. أنا عندي هون زيت مسخنة، ولاحظوا أنه حاطة الزيت في خلينا نقول كسرولة عميقة شوي، ما بديكم تقلقوا وتقولوا لا كتير زيت أو إشي، لا هي مجرد نفس المقدار اللي نقلي فيه العوامة أو القطايف. أنا بس عشان زغرت حجم الكسرولة عشان بدي الزيت يبقى عالي، خدتوا بالكم من فكرتي أني بدي الزيت يبقى مرتفع عشان أقدر أدخل فيه قطعة الكنافة براحتي. يبقى الزيت بضغط على المعلقتين على بعض وأبتدي أنزل في داخل الزيت، بستنى لثواني بسيطة. ببتدي هلأ أهزها شوي شوي عشان أتأكد إنها حتستوي برضو من الأعلى والأسفل. يبقى هيك بتأكد إنها أخذت اللون. أنا هلأ ممكن أتخلص من المعلقة الصغيرة وخلي القطعة اللي تكونت عندي في داخل الزيت عشان تتحمر كويس، عشان ما يكون قاعها أبيض. تنسوش إني أنا لما بضغط المعلقتين على بعض ممكن يصير القاع أبيض الشكل. يبقى هيك تكون عندي قرص أو كب من الكنافة بالطريقة هاي. خليني أطفي الزيت. هذا الكب ممكن أنا أستعمله بعد يوم بعد يومين، ما بيصير له أبدا أي شيء، ححطه على قطعة من ورق النشاف وأكمل شغلي أعمل بقية المقدار. وخلينا نشوف بعد هيك طريقة تجهيز وحشوة الكرات. أعزائي المشاهدين، خلينا هلأ نشوف طريقة حشو كرات الكنافة. بحط كمية وفيرة هيك من القشطة عشان تعطيني طعم طيب. القشطة هذه احنا حطينا لها ما ورد، ولكن ممكن تطيبوها بأي شيء، المزهر الفانيليا حتى في ناس بيحبوا. خليني أزود كمان شوي هون. الحلو في الوصفة هاي التجهيز المسبق كتير مريح، يعني أنا القشطة عملاها قبل بوقت، كرات الكنافة عملاها برضو قبل بوقت، وكمان حشو التفاح ممكن أجهزه قبل بوقت وحطه بالتلاجة وقت اللزوم، مجرد أني أنا بحشيها بهالطريقة هاي. يبقى وزعنا كمية من القشطة أو أي حشوة تانية بتحبوا تستعملوا. على فكرة ممكن بدل التفاح، هلأ بيجي على بالي بعض الأفكار وأنا بتحدث معاكم، إحنا ممكن نحشيها بنفس طريقة التفاح، نعمل
زي معقود من قمر الدين، قطع من المشمش المجفف مع قمر الدين بيبقى طعمه كتير لذيذ. يبقى هحط كمية من التفاح بهالطريقة هاي. والناس اللي بيحبوا التمر ممكن نعمل حشوة بالتمر، أو الفواكه اليميش، المشمش مع التين مع القراصية، هيبقى طعمها كتير لذيذ. وطبعا ما ننسى، احنا دايما بحب انبه او افكركم انه ممكن خصوصا في الحلو يعني نضاعف الكمية ونهدي حبايبنا وجيراننا اطباق احنا بنعملها بايدينا، فبتبقى المشاعر لطيفة. خليني ازود كمان شوية تفاح هون، ويبقى عنا المرحلة الاخيرة المطلوبة هلأ في هالطبق اللي هي طريقة التقديم. طبعا تتذكروا احنا قلنا في المكونات بنحتاج شوية شيرة، فخليني اول اشي اغطي الكرات بهالطريقة. انا هحاول اخلي طرف القشطة عندي باين عشان الحشوة تبين، تفتح شوي النفس للأكل. يبقى كرات الكنافة طبعا هي بتبقى هشة وحساسة كتير، فخلوا بالكم. اعتقد ان هالأكل هادي هتبقى كتير لذيذة، لو جربتوها هتستمتعوا فعلا فيها. يبقى أنا خليني بس هيك أبعدهم عن بعض شوي. بحتاج الإضافة اللي بتعطينا فعلا الطعم الطيب اللي هو شوية الفستق. وخليني في الأول أوزع الشيرة. طبعا الشيرة هذه أساسية لأنه هي اللي حتعطي الحلى للكنافة وتتخللها بشكل كتير لذيذ. إن شاء الله هالأفكار اللي بقدم لكم إياها تستفيدوا منها وتجربوها. يبقى وزعنا كمية كويسة من الشيرة. هل بيحبوا الزعفران؟ على فكرة ممكن تحطوا شوية زعفران في الشيرة وتستمتعوا بهالأكلة. حرشها رشة خفيفة من الفستق الحلبي. يبقى هيك طبقنا جاهز، وأتمنى لكم أكلة لذيذة ومجهودها كتير بسيط، بس هي طريقة تجهيز الكنافة نفسها بشوية تركيز ووقت خفيف منك. تقدري تعملي كمية وتجهزيهم لضيوفك وقت اللزوم، مجرد تقدمي الحشوة. إن شاء الله تكون عجبتكم، ونشوف مع بعض إعادة للوصفة. لتجهيز القشطة خلطنا كل مكونات القشطة مع بعض وخليناها على النار لغاية ما تماسكت. تجهيز الحشوة التفاح خلطنا كل المكونات مع بعضها وتركناها على النار لغاية ما أصبح التفاح بيريه. حطينا الكنافة في داخل المعلقة، ثبتناها بمعلقة أصغر منها وقليناها بالزيت الساخن لغاية ما أصبحت ذهبية اللون. حشينا كرات الكنافة بالقشطة والتفاح، وزعنا الشيرة، وزعنا الفستق الحلبي.